أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها لمناقشة نقل عمل المحكمة الجزائية المتخصصة ومعهد القضاء العالي من صنعاء إلى مأرب والعاصمة المؤقتة عدن. إذن أقر مجلس القضاء الأعلى نقل مقر المعهد العالي للقضاء من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. وقالت وكالة سبا الحكومية أنه صدر قرار المجلس برئاسة القاضي علي ناصر سالم رئيس المجلس على ما ورد في مذكرة وزير العدل القاضي جمال عمر بشأن نقل وإيقاف الدراسة في المعهد العالي للقضاء بصنعاء واعتبار مخرجاته في حكم العدم واعتبارها كأن لم تكن. وكان المجلس قد أقر إنشاء محكمة ونيابة جزائية متخصصة في محافظة مأرب. نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين. المحور الأول، ما الذي تعني هذه الخطوة من الناحية القانونية وأيضا الدستورية؟ والمحور الثاني، هل سيسهم هذا الإجراء في إعادة تفعيل السلك القضائي في المناطق المحررة؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. إعادة ترتيب الوضع القضائي وتفعيل المؤسسات في المناطق المحررة خطوة جديدة تقوم بها الحكومة بعد أن عمل الانقلاب على تغييب مفهوم الدولة ومؤسساتها بشكل كامل، وأصبحت صنعاء وبعض المحافظات تدار وفقا لهيمنة السلاح وقانون القوي. إجراءات جديدة سعت الحكومة من خلالها لنقل أعمال المحاكم من العاصمة صنعاء إلى مأرب وعدن بعد أن تعددت الانتهاكات باسم القضاء ونياباته ومحاكمه. هذه الإجراءات وإن تأخرت كثيرا برأي قانونيين، لكنها بحسبهم ستعمل على ترتيب الجهاز القضائي الذي لطالما ظلت جماعة الحوثي تجيره لمصالحها وتستخدمه بطرق عديدة تمس باستقلالية القضاء وقيمه العليا، لعل آخرها إصدار العشرات من أحكام الإعدام ضد المعارضين لمشروعها. لم تتوقف الحكومة عند نقل اختصاصات المحاكم فقط، بل أعلن مجلس القضاء الأعلى مؤخرا إيقاف الدراسة في المعهد العالي للقضاء في صنعاء ونقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو الأمر الذي سيعيد ترتيب السلك القضائي بشكل جذري. هذه التحركات تأتي ردا على إصدار ميليشيا الحوثي أحكاما قضت بإعدام العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية من ضمنها رئيس الجمهورية نفسه. انتهت مؤسسات الدولة في صنعاء منذ اللحظة الأولى للانقلاب، وأصبح الحديث عن المؤسسات بعد هذا التاريخ مجرد إساءة إضافية لمفهوم الدولة، وما يحدث من ازدراء للقضاء ما هو إلا تكملة لمسيرة إسقاط الدولة وإعادتها إلى مرحلة ما قبل القانون. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من الرياض المحامي محمد ناجي علاو. سيادة المحامي مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد محمد. يعني أولا قانونيا ودستوريا كيف تقرأ هذه الخطوة؟ الخطوة من حيث المبدأ خطوة صحيحة وسليمة، وخاصة أن القضاء تحت حراب الميليشيات بالضرورة لن يكون حرا بالاعتاز، وهي سلطة غاصبة لمؤسسات الدولة وغير مشروعة، فلا يجوز حقيقة أن تدار وخاصة بهذا العدالة. نعم. من خلال جماعة مسلحة استولت على الحكم بالقوة. نعم. إلى أي مدى يمكن أن تسهم يعني هذه التحركات في يعني إعادة تفعيل المؤسسة القضائية وإعادة الاعتبار للقضاء بشكل عام؟ القضاء هو بحاجة إلى إعادة اعتبار كامل في مناطق الشرعية بالأساس، لأنه للأسف الشديد المناطق التي خرج منها الحوثيين أو الانقلابيين تأثر فيها تعيين أعضاء السلطة القضائية. نعم. ونتيجة الدمار الذي لحق بالمحاكم وبالمقارنة للنيابات والانشغال بقضية تثبيت الناحية الأمنية، وإلى حد الآن ما زال الحقيقة ضعيفا، ويفترض أن يتم تكريس جهد للقضاء لأنه أهم مظهر مظاهر الدولة. نعم. هي السلطة الثالثة التي يلجأ الناس إليها لحماية حقوقهم من تغول السلطة التنفيذية أو أهل النفوذ ويعني أصحاب السلوك الجرمي. نعم. ولا شك أن لها ارتباط أيضا بسلامة الحياة الاقتصادية وسلاسة عمل الاستيراد والتصدير وعمل الموانئ
وحماية الحقوق والحريات. ولكن المسألة حقيقة ترتبط أيضا بأن منظومة العدالة ليست قضاء فقط، منظومة العدالة هي قضاء وضبطية قضائية، والضبطية القضائية تعني أقسام الشرطة وأجهزة الأمن، وسواء كان منها الأمن العام أو الأمن السياسي أو الأمن القومي، يعني كل ما له صلة بحياة المواطن وحرياته. لذلك نحن نأمل أن تخطو مؤسسة القضاء في المناطق المحررة خطوات جادة لإيجاد قضاء فعلا تحترم قراراته وفاعل ويحمي الحقوق والحريات. نعم، إذن ابقى معي سيادة المحامي. أذهب للضيف الآخر. أرحب بنائب رئيس اللجنة الوطنية لتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المحامي حسين المجدلي. سيد حسين مساء الخير. مساء النور، حياكم الله. أهلا بك سيد حسين. يعني هل يمكن القول أن هذه الخطوة ستعيد المعادلة في المحافظات المحررة؟ في البداية أشكركم على فتح هذا الموضوع، وأشكر ضيف خير الأستاذ محمد ناجي علاء، وللأسف لما تمكن من سماع ما ذكر وما تكلم فيه الصوت لم يسمي. المهم اعتقد اولا ان خطوه مساله القرارات الاخيره التي صدرت عن مجلس القضاء اعتقد انها تاخرت كثيرا او تاخرت، لكنها مع ذلك اتت يعني حاسمه وحازمه في كثير من المسائل. اول هذه المسائل موضوع نقل المحكمه الجنائيه المتخصصه او المحكمه الجزائيه المتخصصه الى مارد، هذا امر مهم حيث كانت المحكمه الموجوده في صنعاء تمارس الكثير من العبث، وتوصلت الى مساله محاكمه قيادات الدوله وعلى راسهم رئيس الدوله، كما انها استمرت في اتخاذ الكثير من الاجراءات تجاه الاعلاميين والصحفيين وتجاه الكثير من ممن يعتبروا يعني محررين لهذا الوطن او من يعني تناولوا قضاياه بعداله وشفافيه. ايضا اجراءات اخرى قامت لها السلطه القضائيه، واعتقد انها في غايه الاهميه، وهي مساله وضع حد المخرجات معهد القضاء الذي يعني حتى الان اعتقد حسب الاحصائيات ربما تجاوز 600 شخص دخلوا إلى هذا المعهد من طاف أو لا تتوفر فيهم الكفاءات أو الشروط التي يفترض أن تتم في خريجي هذا المعهد، وهم منحازين كلا أو بشكل تام إلى جهة أو إلى طرف، والقصد في أن هؤلاء إخراجهم ليمارسوا القضاء دورهم دور القضاء في المجتمع بما لذلك من مخاطر ومحاذير. الأمر الثالث الذي صدر أيضا عن القضاء أو صدر عن مجلس القضاء والذي يعتبر أيضا مهم هو مسألة التعيينات في أو في تعيينات في القضاء العسكري، والذي أعتقد أنه في أوقات مثل أوقات الحرب التي نعيشها والانتهاكات التي تتم من قبل العسكريين، سواء العسكريين المحسوبين على الدولة أو العسكريين من الأطراف الأخرى، أعتقد أن تفعيل دور هذه المحاكم والنيابات يكون مهم في الأحوال العادية، لكنه أهم وأكثر أهمية في مسائل وعندما يكون الأمور يعني في مرحلة الحرب. هذا باختصار ما أود أن أوضح في هذا الموضوع، وأتفضل أترك الأستاذ محمد أيضا ما يريد أن يقول. نعم، إذن سأعود إليك سيد حسين. أذهب للسيد محمد ناجي علاو. سيد محمد، يعني خطوة كهذه يعني إيقاف المعهد وأيضا إلغاء المحكمة الجزائية، في حين كما أشرت أن المؤسسات القضائية ما زالت يعني تعاني من مشاكل كثيرة في المحافظات المحررة، هل يعني خطوة كهذه يعني تم اتخاذها وفق يعني رؤية، أم أنه يعني نعتبرها خطوة عشوائية ستزيد المشاكل على ما هي عليه؟ لا، هو كان لم يكن من المنطقي أن تبقى هذه المحكمة تحاكم الأشخاص محاكمات خارج قواعد المحاكمة العادلة، باعتبار مثل ما قلنا بأن المحكمة تقع تحت حراب الإنقلابيين وهي تحاكم المعارضين لهم، وبالتالي في الوضع الطبيعي أن تكون يعني هذه المحاكمات أو أي محاكمات تجري للناس في وضع طبيعي، القاضي فيه مستقل في قراره، لا ضغوط عليه ولا هيمنة.
من حيث المبدأ نحن كنا ناظرنا كثيرا من أجل إلغاء مسمى المحاكم الجزائية في اليمن، لأن هذه المحاكم هي بالأساس محاكم استثنائية وهي محاكم أمن الدولة، ولا توجد عندكم مثلا في مقر قناة بلقيس. نعم. رغم الانقلاب الذي حصل لم يعملوا محاكم خاصة، وكذلك لدى العالم المتمدن جميعه. نعم. هذه الحقيقة كنا نتمنى أن تلغى من حيث المبدأ. هي مطالبات قديمة سيد محمد، يعني المطالب الحقوقية، وأيضا أنتم كنتم من أكبر المطالبين لهذا الأمر، يعني بإلغاء المحكمة الجزائية باعتبارها يعني، وما زالت، ومخرجات الحوار نصت أيضا على ذلك. لكن يا سيد محمد، أنتم كان لكم مطالبات سابقة كحقوقيين وكمحامين من إلغاء هذه المحكمة الجزائية باعتبارها محكمة استثناء استخدمها صالح لقمع معارضيه، يعني لماذا يعني يتم حتى الآن إعادة هذه المحكمة؟ للأسف الشديد هذه خطوة في هذا الجانب أقول أنها غير موفقة، وكان يفترض أن يبنى القضاء العادي الذي يختص وفقا للدستور بنظر جميع أنواع القضايا، دستور القائم فيه نص متقدم جدا لا يجوز إنشاء قضاء استثنائي. نعم يجوز إنشاء قضاء نوعي، لكن القضاء النوعي هو كالقضاء التجاري، القضاء المدني، المرور، يعني قضاء المخالفات، هذا اللي يسمى قضاء نوعي. أما الجنايات فيفترض أن العمل الجنائي يخضع الناس جميعهم لقاضي الاختصاص المكاني، والعدالة يفترض أن تصل بشكل متساوي لكل المواطنين وبكل كل أنواع القضايا. لكن للأسف الشديد مثل ما قلت كان هذا نضالنا في عهد صالح، وللأسف الشديد اليوم ما زال أعضاء مجلس القضاء يكرسون هذا السلوك الغير دستوري في حقيقة الأمر. ولذلك نحن نناشدهم بأن القضاء المطلوب إصلاحه هو القضاء العام الذي يختص بكل أنواع القضايا. نعم. والذي يفترض أن يزود بالإمكانيات الكاملة، وفي ظروف الحرب كما أشار الأستاذ حسين المشدري هو أدعى أن يكون متواجدا في المناطق حتى لا تتغول البندقية على حساب حريات الناس. نعم. تحت ذريعة الحرب وما الحرب والضرورات الأمنية. نحن نريد بناء وطن يعني آمن عادل، والعدالة عنوانها القضاء والسلطة القضائية. ولذلك أنا شخصيا لست متحمسا لمسألة إنشاء محاكم متخصصة في المناطق التي يعني تسيطر عليها الشرعية، والأصل أن تدعم المحاكم الموجودة والقضاة الموجودين، وأن يعطوا الإمكانيات وأن يحموا وأن تخضع لهم. طبعا القضاء هنا يعني القضاء الجالس وأعضاء النيابة العامة، أجهزة الضبط القضائي التي للأسف في المناطق المحررة أو في بعضها لا يستجيبون توجيهات القضاء ولا إلى طلباتهم ولا إلى قراراتهم. نعم. فيما يتصل بالمعتقلين والمخفيين قسريا، وهناك معتقلين في هذه المناطق. فلذلك الحقيقة البرنامج جيد أن يسلط الضوء، ويجب أن تتكرر ويسلط الضوء بشكل أكبر على مسألة أن الدولة أي دولة في الدنيا اليوم يعني عنوانها العدالة. جميل. والعدالة عنوانه. نعم. قضاء مستقل، وقضاء مستقل يعني إمكانيات وقضاء وحماية واحترام لقرارة القضاء وما يصدر عنه. نعم جميل. سأعود إليك سيد محمد، أذهب لضيفي الآخر المحامي حسين المشجري. سيد حسين، يعني كما يعني تقدمنا بسؤال لضيفنا المحامي محمد ناجي علو، يعني كانت لكم أو كانت مطالبات كبيرة في عهد نظام صالح بإلغاء هذه المحكمة الجزائية، اليوم أيضا يعني يتم إيقافها من صنعاء وتحويلها للمناطق مناطق الشرعية، بمعنى أن المحكمة ما زالت قائمة. نعم. وكان أيضا أني لا أسمع عن مداخلة الأستاذ محمد جعلا، وأخشى من تكرار بعض ما يقوله، لكن التوضيح. أول حاجة أنا أيضا كنت من يعني كان لديهم رأي حول هذه المحكمة، وأفضل أن يكون مقاضاة المتهم أو مقاضاة أي شخص أمام قاضي طبيعي وهو وفقا للقانون مكان يعني موطنه أو مكان حصول الجريمة، يعني وفقا للقوانين الطبيعية. لكن تم إنشاء هذه المحكمة، وللأسف أيضا
صدر حكم من المحكمة العليا بعد أن تم الطعن في عدم دستوريتها، صدر حكم من المحكمة الدستورية دستورية هذا المحكمة، وأعتقد أننا بعد صدور هذا الحكم يجب أن نحترم أحكام القضاء، وهذا ما يعني جعلنا إلى ضرورة التعامل معه. وأعتقد حتى مجلس القضاء وأيضا وزارة العدل مهمتها أيضا أن تنفذ حكم القضاء، أو الواجب أن تنفذ حكم القضاء طالما صدر هناك حكم بعدم دستوريتها. هذا من جانب. من جانب آخر، نحن في اللجنة الوطنية تحقيق قمنا بتقديم توصية إلى مجلس القضاء قبل حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر فيما يتعلق بالجرائم التي انتهكت حقوق الإنسان. قدمنا في هذه التوصية نظرا لكثير من الاعتبارات، سواء متعلق منها بالقضاء وأيضا سواء أو متعلق منها أيضا بحاجة القضاء أو حاجة القضاء الذين ينظرون في قضايا انتهكت حقوق الإنسان إلى خبرة وتدريب خاص. نعم. قدمنا مقترح إلى مجلس القضاء بإنشاء محكمة مختصة بقضايا أو بانتهاكات حقوق الإنسان. نأمل أيضا من مجلس القضاء أن يبت في هذه التوصية وأن يصدر القرار بإنشاء هذه المحكمة، كون توفير قضاء مختص لنظر نوع معين من القضايا أصبح دستوريا كما ذكرنا بإحكام المحكمة العليا، وكون إيجاد مثل هذا النوع من القضاء سيجعل المتهمين وسيمكن أيضا الضحايا من المطالبة بحقوقهم بشكل أفضل، كما أن هناك اعتبارات أخرى. نعم. تتعلق بمواضيع انتهاكات حقوق الإنسان، سواء تتعلق بالحفاظ على حياة الشهود والضحايا وعلى سرية المعلومات التي تطرح، خصوصا في هذا الوضع الذي يعني تعتبر الدولة فيه إلى حد ما ضعيفة أو غير متواجدة. وإن شاء الله المحكمة سيسهل كثير من الإجراءات التي يسترد القضاء حالها تجاه هذا النوع من الإجراءات. نعم. هذا ما أود أن أطرحه في موضوع المحكمة الذي سألت عنه. لكن لماذا تأخرت يعني هذه التحركات حتى الآن؟ أولاً أعتقد أن التحرك العمل القضائي في المناطق المحررة تأخر بشكل عام، يعني مجلس القضاء تقريباً أقل من سنة منذ عقد أول اجتماع له في عدن، وأظن أن المسألة مرتبطة أيضاً بالوضع الأمني ووضع القضاء، وأيضاً بمسألة وجود العديد من عناصر أو من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في صنعاء وفي مناطق أخرى لا تكون أو ليست داخلة ضمن المناطق المحررة، وبالوضع الأمني أيضا في عدن وباجتماعات مجلس القضاء وعدم أو أحيانا أمور لوجستية مثل المجر وهكذا سمعنا من القضاء لكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. وأعتقد أن مجلس القضاء منذ بدأ الإعداد الأول وحتى الآن حقق لا بأس من الخطوات. نعم. وأتمنى أن يسير بشكل بخطى أسرع وأكثر اتجاه في كثير من المسائل لأن وراها عمل، والحقيقة أننا كنا نأمل أيضا أن يستمر أن يكون الجسد القضائي. لكن سيد حسين، إلى أي مدى يمكن أن تسهم يعني هذه التحركات، يعني إلى أي مدى أن تسهم في إعادة تفعيل المؤسسات القضائية وإعادة الاعتبار للعدالة بشكل عام؟ كنا نأمل أن لا يمثل الجسد القضائي وأن يحافظ على وحدته وأن يستمر في هذا عمله، فهو المرصد الذي يعني يتبقى ويجب أن يبقى مهما شاءت الأمور ومهما تضحضحت الأحوال، فهو المرصد الوحيد الذي يعني يتعلق بالعدالة، وغياب العدالة بالتأكيد له تأثيراته على كل مجالات الحياة، لكن هذا المرصد لم يسلم أيضا من العبث وطالت أيدي الفساد والعبث والمحسوبية، وأصبح هناك أشبه ما يكون بجهازين، جهاز قضائي بعينه هو الممثل للقضاء والقضاء موجود في صنعاء، وجهاز آخر موجود في عدن وهو الممثل الشرعي والتابع للشرعية الذي يعني يعقد اجتماعاته في عدن العاصمة المؤقتة. نعم. وهذا الجهاز الشرعي يعني أعتقد أن مسألة ضعف الأداء من الأجهزة التابعة للشرعية هو أداء يعني وللأسف متأصل في كثير من الأجهزة وليس مجرد القضاء. نعم. إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا المحامي حسين المجدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي الآخر المحامي محمد ناجي علاو. سيد محمد، يعني بالنسبة للمعتقلين والمختطفين لدى الميليشيا والمحاكمات الجائرة بحقهم في هذه المحاكم، يعني هل هذا القرار سيحد من هذه المحاكمات؟ يعني خصوصا أن الميليشيا يعني إذا لم تلتفت لهذا القرار وظلت في الاستمرار بإقامة المحاكمات وتطبيق الأحكام. هي طبعا من حيث المبدأ القضائي أحكام معدومة لا قيمة لها قانونا لأنها صافرة من
السلطة لا تملك مشروعية تعيين القضاء أساسا، ومجلس القضاء الذي عينه المجلس السياسي أو اللجنة الثورية من قبل هو حقيقة لا يمتلك مشروعية، باعتبار أنه ناتج عن انقلاب لم يعترف به أحد، لا اعتراف وطني ولا اعتراف إقليمي ولا عربي ولا دولي. وشرعية الدول اليوم تقوم نتيجة القطاع العام والاعتراف بالدولة الشرعية، وعلى ذلك فهذه محاكمات مادية واقعية لا قيمة لها قانونا. إنما الإضافة بإلغاء هذا الاختصاص وإضافته إلى مارب يجرد هذا المحاكم من أي شبهة بما يسمى قضاء أو أحكام، بغض النظر عن إصرار جماعة الانقلاب على يعني ما صدر عنهم. وبالتالي يمكن المختطفين في هذه السجون أن يطعنوا بهذه القرارات كقرارات معدومة إلى المحكمة التي أنشأت في مارب، والذي كنت أتمنى أن تكون القضاء العادي. المهم، وبالتالي ستكون يعني هذه عبارة عن أوراق معدومة لا قيمة لها، وعندما يعني تكرس بأحكام ساطرة عن محاكم تخضع لشرعية الدولة المعترف بها، فبالتأكيد هذا سيضعف أو يعدم يعني فعالية تلك الأحكام. جميل، لكن بالنسبة لنقطة أخيرة هنا بمصير بقية المؤسسات القضائية في مناطق سيطرة الميليشيا وأيضا منتسبي القضاء، كيف سيتم التعامل معهم؟ والله يفترض منتسبي القضاء، هو هناك فرق بين القضاء السياسي إذا جاز التعبير وبين القضاء العادي. القضاء العادي قد يكون من قبيل الحسبة، إن الناس تذهب لمن يحسن في أمورهم الخاصة، لكن هي الشبهة في قضية استخدام القضاء كمخلب لقمع المعارضين هو في قضية المحاكمات السياسية التي تجري من التي كانت تجري أمام هذه المحكمة الملغاة، باعتبار أنها كانت أصلا مشكلة بقرار من مجلس القضاء الشرعي السابق، بغض النظر عن بعد ذلك عن القضاة الذي عينوا بعد الانقلاب والذي لا شرع مشروعية لقرار تعيينهم. فالآن يعني تقريبا بالنسبة للقضاة الذي يعملوا في الجانب المدني، في الجانب الجنائي الشخصي، في دعاوى الناس فيما بينهم، قد تكون المسألة هنا كضرورة واقعية يمكن أن تعالج عندما يعني يحل السلام إن شاء الله. نعم، إذن وضحت ما طالت الحروب، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحامي محمد ناجي علاء، كنت معنا من الرياض. وفي ختام الحلقة أيضا أشكر ضيفي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المحامي حسين المجدلي. وفي الختام أتقبل تحيات معد هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد، والتحيات هي مني ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.